تضارب الأنباء حول الانقلاب العسكري في تركيا وسط أنباء بتسلم الجيش التركي مقاليد الحكم في البلاد. لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي يؤكد أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على محاربة تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين في سوريا. عمليات وتقدم للجيش السوري في حي الخالدية وعلى محوري ليرمون وبني زيد بحلب. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار السادسة من الإخبارية السورية في العاصمة دمشق. تضاربت الأنباء حول الانقلاب العسكري الذي حدث في تركيا، ففي الوقت الذي أعلن فيه الجيش التركي في بيان أنه تولى السلطة في البلاد، خرجت وسائل أعلام موالية لنظام أردوغان لتقول إنهم ما زالوا يسيطرون على زمام الأمور في البلاد. الجيش التركي أعلن أن الانقلاب الذي قام به هو لحماية النظام العلماني الجمهوري وضمان وحدة الأمة والدولة التركية ونظامها الديمقراطي الذي كان مهددا من قبل أردوغان. هذا ومعارك كر وفر بين قوات الجيش التركي وعناصر الشرطة الموالية لأردوغان وسقوط قتلى وجرحى في أكثر من مكان في تركيا. كما تواردت الأنباء عن تحليق طائرات حربية فوق سماء أنقرة وسماع أصوات إطلاق نار داخل مبنى محطة CNN تركيا وعدة محطات تلفزيونية أخرى، ناهيك عن أصوات الانفجارات التي سمعت داخل مطار أتاتورك في إسطنبول وعدة أماكن من العاصمة التركية. مصير محتوم ونتيجة طبيعية بعد سنوات طويلة من الظلم والاستبداد والمراهقة السياسية الإخوانية والعبث بأمن المنطقة بأكملها. انقلاب عسكري على حكم الإخوان في تركيا قد يغير الخارطة السياسية للمنطقة بأسرها. ليلة ساخنة تعيشها تركيا بعد أن أعلن الجيش التركي رسميا تولي السلطة في البلاد ونزل إلى الشوارع في العاصمة التركية ليغلق الرئيسية ويقتحم مبنى العدالة والتنمية وأيضا مبنى المخابرات العامة في تركيا ومديرية الأمن المركزي بشكل كامل واعتقال عدد من قياداتها. طائرات في سماء تركيا واشتباكات بين الجيش وبعض عناصر الأمن والشرطة الموالية لأردوغان، ومصير أردوغان ما زال مجهولا بعد معلومات تفيد بأنه توجه إلى أحد المطارات في أنقرة في وقت يغلق فيه الجيش كل المطارات. ليلة ساخنة يكتب فيها تاريخ جديد لتركيا، ليلة يتبدد مع نهاية ظلامها أحلام العثماني والحكم الإخواني، ويشرق مع بزوغ فجرها تاريخ جديد يمحو سنوات طويلة من الاستبداد والظلم الأردوغاني. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على محاربة تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين في سوريا بلا هوادة. وهذا وخلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأمريكي. وصف لافروف المباحثات مع كيري بالمكثفة جدا وبأنها تطرقت إلى جوانب مختلفة من العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، مضيفا أن موضوع الأزمة السورية كان محور المباحثات. هذا وفيما يتعلق بمسألة التعاون الروسي الأمريكي في سوريا، أعلن لافروف أن البلدين اتفقا على بذل كل الجهود الممكنة من أجل مواصلة الحوار السياسي حول سوريا، لافتا إلى دعم البلدين لتفعيل عمل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا. وكان الكرملين أعلن أن مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري تركزت على تداعيات الأزمة في سوريا ومختلف صياغ التعاون إزاءها.
المحادثات المطولة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحضور وزير خارجيته سيرجي لافروف مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حول سوريا استكملها الوزيران لافروف وكيري على وقع الهجوم الإرهابي الدامي في نيس الفرنسية. الوزير لافروف وصف اللقاء بين الرئيس بوتين والوزير كيري بأنه مفيد جدا، وقد أظهر ضرورة تكثيف العمل الروسي الأمريكي المشترك في سوريا. إن عملنا يحتاج لاستعجال ويكتسب الأهمية بصورة متزايدة، خاصة بعد الهجوم في مدينة نيس الفرنسية، ومحادثاتنا ستكون مثمرة بما في ذلك في مجال العلاقات الثنائية. وفي مقابل الزخم الروسي في مجال مكافحة الإرهاب والتركيز على فصل جبهة النصرة الإرهابية عمن تسميهم واشنطن معارضة معتدلة، فإن واشنطن لا تزال ترفض التعاون العسكري المشترك مع موسكو وتكتفي بالكلام فقط عن خطر الإرهاب وتسعى لاستخدامه في المعركة على الرئاسة الأمريكية. إنني أعتقد أن العالم كله يعلق آماله علينا وينتظر منا أن نتخذ بأقصى درجات السرعة إجراءات ملموسة تظهر للناس أننا بذلنا كل ما بوسعنا من أجل القضاء على الخطر الإرهابي. على وقع الهجوم الدموي في نيس الفرنسية جرت المحادثات الأمريكية الروسية التي ستظهر نتائجها لاحقا في ضوء إصرار روسيا على تكريس اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي يستثني تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين وإطلاق الحوار السوري السوري في أقرب وقت ممكن. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن مشاركة بلاده في الحرب على الإرهاب في سوريا منعت عودة الكثير من الإرهابيين إلى روسيا، وأوضح أن العملية العسكرية في سوريا أسفرت عن القضاء على أكثر من 2000 إرهابي تسللوا من روسيا ورابطة الدول المستقلة. في مؤتمر عسكري علمي عقد في موسكو تحت عنوان النتائج العسكرية السياسية لاستخدام القوات المسلحة الروسية في سوريا والاستنتاجات الاستراتيجية الأساسية، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن المشاركة بالحرب على الإرهاب في سوريا منعت عودة الكثير من الإرهابيين إلى روسيا. نحو 4500 شخص من روسيا ودول رابطة الدول المستقلة التحقوا بصفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا في بداية عام 2015، ولذلك فإن العملية العسكرية في سوريا ساعدت في الحيلولة دون عودة الآلاف من هؤلاء الإرهابيين إلى روسيا. الوزير الروسي شدد في كلمته أنه ليس من الصعب التكهن بالوجهات الجغرافية التي كان من الممكن للإرهابيين قصدها عند عودتهم من سوريا، وعليه فإن العملية العسكرية للقوات الجوية والفضائية الروسية في سوريا أسفرت عن القضاء على أكثر من 2000 إرهابي تسللوا من روسيا ورابطة الدول المستقلة، بينهم 17 قائدا ميدانيا. كما اعتبر شويغو أن خبرة الجيش الروسي في مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا ستسمح بتعزيز القوات المسلحة الروسية ورفع مستوى قدراتها وصنع نماذج جديدة من الأسلحة. وتنفذ القوات الجوية الروسية منذ 30 من أيلول الماضي ضربات جوية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، ودمرت خلالها آلاف الأهداف من منشآت وورشات لتصنيع القذائف والعبوات الناسفة ومراكز قيادة ومخازن للذخيرة ومخازن أسلحة ووقود وقواعد تدريب. ميدانيا، أحكمت وحدات من الجيش السوري السيطرة على كتل أبنية جديدة ومعامل في مدينة حلب، وذلك بعد عمليات عسكرية على بؤر الإرهابيين في حي الخالدية وعلى محوري الليرمون وبني زيدة. الجيش العربي السوري يتقدم في منطقة الخالدية بحلب على عدة محاور باتجاه الإرهابيين على دوار الليرمون، كما يتقدم الجيش من الجهة الشمالية باتجاه أطراف بني زيد. خطة غرف عمليات الجيش العربي السوري لمعركة حلب تضع وتقطف ثمارها،
من خلال السيطرة على مناطق استراتيجية جديدة. قوات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والصديقة حققت نجاحا متميزا على كافة الاتجاهات في حلب وريفها. معنويات الجيش والقوات الرديفة والصديقة عالية جدا. المسلحون مهزومون لأنهم أشرار، قتل منهم المئات وانهزم أكثرهم، خسائرهم كبيرة في العتاد بكل أنواع راجمات وقاذفات غاز وهاونات متعددة ومحمولات رشاشات مختلفة. اندفاعات الجيش باتجاه محاور منطقة الخالدية والليرمون واستراتيجية القضم وتشكيل هجمات سريعة ومباغتة قامت بضم أبنية ومعامل تأخذ مساحات واسعة في جغرافية المنطقة. وقد ذكرت مصادر محلية للإخبارية السورية أن وحدات من الجيش سيطرت ناريا على دوار ليرمون الكاستيلو في ريف حلب الشمالي، ودمرت سيارة دفع رباعي للمجموعات الإرهابية لدى مرورها على الدوار وقتلت من بداخلها. هذا وأضافت المصادر أن وحدات من الجيش استهدفت بصاروخ موجه آلية للإرهابيين بينهم أحد القياديين بينما كان يستطلع منطقة طريق ودوار ليرمون الكاستيلو في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن تدمير الآلية ومقتل من فيها. وفي ريف السويداء أحبطت وحدات من الجيش والقوات المسلحة هجوم إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية المنضوية تحت زعامتها على عدد من النقاط العسكرية. هذا وكان إرهابيون استهدفوا بالقذائف قريتي المجامر وبرد في ريف السويداء، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين أحدهما امرأة وإصابة عدد من الأشخاص بجروح. عم يستهدفوا المدنيين والاهالي والناس، ما في اي ضرر غير هيك انه البيوت نزلت والقزاز على الناس. في شاب راح شهيد وخيه متضرر والله يستر ما يكون كمان حالته صعبه كثير. قصف عشوائي من الساعه 8 وصار في قتله وصار في جرح. هاي نتيجه الشهيد بي ولدين وخيه كمان شظايا صعبه، وزوجي عنده شظايا وابني عنده شظايا، بيوتنا تهدمت وتكسرت. خذاف أمطرونا قذائف كثيرة على المجمر، أكثر من 15 قذيفة هاون. واحدة إجت عندي باب البيت صابت أنا وابني. كل الضرب اللي إجا على كل الأماكن المدنية والسكنية المأهولة بالمدنية. نحن قاعدين وصامدين ببلدنا ومش راح نترك بلدنا ولا راح نتنازل عن شبر منه. مركز التنسيق الروسي في حميميم أكد أن المجموعات الإرهابية في سوريا خرقت اتفاق وقف العمليات القتالية 4 مرات خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد خروقاتها منذ سريانه إلى 776 خرقا. أفاد مركز التنسيق الروسي في حميميم بأن المجموعات الإرهابية في سوريا خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية 4 مرات خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد خروقاتها للاتفاق منذ سريانه إلى 746 خرقا. وقال المركز في بيان له إن تنظيم ما يسمى جيش الإسلام ارتكب 4 خروقات للاتفاق سجلت جميعها في ريف دمشق. المركز أضاف أن عدد البلدات المنضمة لاتفاق وقف الأعمال القتالية بلغ 185 بلدة، مؤكدا أن سلاح الجو الروسي لم يشن أي غارات على مواقع المجموعات المسلحة التي أعلنت انضمامها للاتفاق، وأبلغت مركزي التنسيق الروسي أو الأمريكي بأماكن تواجدها. ولفت البيان إلى أن تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين يواصلان محاولاتهما الرامية لتعطيل اتفاق وقف الأعمال القتالية، حيث قصف الإرهابيون عدة بلدات وأحياء ومطار النيرب في حلب، إضافة إلى قصفهم عدة مناطق في حمص ودمشق. السادسة مستمرة وفي أخبارها بعد قليل. علاقة النظام السعودي مع حكومة الاحتلال تأخذ مسارا علنيا، ونظام الرياض يسرع من خطوات التطبيع مع تل أبيب.
أهلا بكم من جديد. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن سوريا لم تتقدم بأي طلب لاسترداد مقعدها بالجامعة العربية، وذلك تعقيبا على تصريحات أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بهذا الشأن. هذا وقال مصدر في الخارجية السورية أن تلك الجامعة عملت بفعل بعض الدول المهيمنة فيها على اتخاذ مواقف مشبوهة إزاء سوريا. تعقيبا على تصريحات أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن الجمهورية العربية السورية تؤكد أنها لم تتقدم بأي طلب لاسترداد مقعد سوريا في الجامعة العربية التي دفعت باتجاه ضرب ليبيا، وتتحمل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع فيها، وعملت بفعل بعض الدول المهيمنة فيها على اتخاذ مواقف مشبوهة إزاء سوريا، ودفع باتجاه تعميق الأزمة فيها وإعاقة إيجاد حل لها. وأضاف المصدر أن الجمهورية العربية السورية تؤكد مجددا أنها ليست حتى بوارد التفكير بالعودة إلى الجامعة العربية طالما بقيت رهينة لهيمنة دول معروفة بتآمرها على سوريا، وتتحمل المسؤولية عن حالة التشرذم والضعف والانقسام في الصف العربي، الأمر الذي يجعلها أبعد ما تكون بل وعلى تناقض تام مع مقاصد أهداف ميثاقها. وكان أبو الغيط اعتبر أنه لا يمكن لسوريا استعادة عضويتها في الجامعة إلا بتوافق بين الحكومة والمعارضة، وأن موضوع سوريا بالغ التعقيد وشائك للغاية، ولا يمكن أن تشارك في القمة العربية في العاصمة الموريتانية نواكشوط في 25 و26 من الشهر الجاري. علاقة النظام السعودي مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي تأخذ مسارا علنيا، والنظام الرياض يسرع من خطوات التطبيع مع تل أبيب. العلاقات السعودية مع الكيان الإسرائيلي لم تعد خافية على أحد. لقاءات سرية كشفت، وثائق دولية نشرت، وجديدها هبوط طائرة سعودية في مطار بن غوريون الإسرائيلي عقب اتفاق يتعلق بالنقل الجوي. توطيد العلاقات بين كيان الاحتلال والنظام السعودي وإبرام الاتفاقات بينهما يصفه مراقبون انتقالا من المرحلة السرية إلى العلن تدريجيا. موقع روترنت الإسرائيلي ذكر أن طائرة سعودية شهدت مساء الخميس في مطار بن غوريون، وذلك في أعقاب اتفاق بين السعودية وإسرائيل يتعلق بالنقل الجوي. يذكر أنه خلال الفترة الماضية شهدت العلاقات بين الطرفين تطورا كبيرا إثر سلسلة من اللقاءات على المستوى الأمني والدبلوماسي جمعت أمراء الأسرة الحاكمة في الرياض مع مسؤولين من كيان الاحتلال في مناسبات عدة، ولعل أبرزها ما أعلنته مصادر دبلوماسية غربية في شهر أيار الماضي بأن النظام السعودي بالتنسيق مع بعض الأنظمة الخليجية نقل رسائل إلى قادة الكيان بشأن استعداده لتعديل مبادرة السلام السعودية التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في بيروت عام 2002. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يدعو النظام السعودي لتقديم معلومات عن إجراءاته للحيلولة دون قتل وإصابة الأطفال في اليمن التي يشن عليها عدوانا مستمرا منذ آذار من العام الماضي. في اجتماع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع وزير خارجية بني سعود عادل الجبير في نيويورك على هامش المجازر السعودية والانتهاكات الأبرياء في اليمن، دعا بان كي مون النظام السعودي لتقديم معلومات عن إجراءاته للحيلولة دون قتل وإصابة الأطفال في اليمن التي يشن عليها عدوانا مستمرا منذ آذار من العام الماضي. وقد أكد المتحدث باسم بان كي مون تقديم المعلومات قبل التقرير الثاني للأمم المتحدة. آمل في أن يكون بإمكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تقديم معلومات عن الإجراءات الملموسة التي اتخذها قبل اجتماع مجلس الأمن حول التقرير في الثاني من شهر آب القادم. وكانت الأمم المتحدة حملت في تقريرها السنوي الذي نشر في حزيران الماضي يتعلق بمصير الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة في عام 2015 في 14 بلدا ما يسمى بالتحالف العربي مسؤولية مقتل 60% من أصل 785 طفلا و 1168 قاصرا سقطوا العام الماضي في اليمن، لكنها عادت عن قرارها هذا
وبغية تفادي الانتقادات، اعتبر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريغ أن قرار السحب من اللائحة ليس نهائياً ويمكن أن يعاد النظر فيه بناء على معلومات إضافية، وتنتظر الأمم المتحدة الحصول على هذه المعلومات من التحالف قبل شهر آب المقبل. مراقبو العقوبات التابعين للأمم المتحدة أكدوا في شهر كانون الثاني الماضي أن التحالف الذي تقوده قوات بني سعود استهدف مدنيين في اليمن، وأن بعض هجماته يمكن أن تكون جرائم ضد الإنسانية. أعلنت فرنسا حدادا وطنيا لمدة 3 أيام على أرواح قتلى الهجوم الإرهابي الذي شهدته مدينة تونس والذي أودى بحياة 84 شخصا، بينما نقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الحكومة مانويل فالس أن منفذ الاعتداءات مرتبط بتنظيمات إرهابية متطرفة. الإرهاب يطال فرنسا مجددا، عشرات القتلى والجرحى جراء هجوم لشاحنة يقودها مواطن فرنسي من أصل تونسي يدعى محمد بوهلال في مدينة نياس الفرنسية، نفذ عبرها هجوما متعمدا بشاحنة ثوب حشد كان يشاهد عرضا للألعاب النارية خلال الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي. سائق الشاحنة من مواليد عام 1985 ويحمل كل من الجنسية الفرنسية والتونسية، واستأجر الشاحنة التي استخدمها في الهجوم الإرهابي من منطقة بروفينس الكوت دازور قبل أيام قليلة من الهجوم. يذكر أن مسلحين كانوا على متن شاحنة وأطلقوا الرصاص باتجاه الحشد، فيما أوضح صحفي أن شاحنة تبريد بيضاء اتجهت بأقصى سرعتها صوب الحشد ودهست أشخاصا كثيرين، ما تسبب بحالة هلع وفوضى عارمة قبل أن يقوم عناصر الأمن بقتل سائقها بعدة عيارات نارية. أفة الإرهاب أصبحت خطرا يتهدد العالم بأسره نتيجة دعم هذا الإرهاب من قبل دول أرادت تنفيذ أجنداتها عبر دعمها لإرهاب سيطالها عاجلا أم آجلا. اعتداءات مدينة نيس الفرنسية سبقها عدد من التهديدات التي أطلقها إرهابيون وأكدوا فيها أنهم سيستهدفون فرنسا، وهذه الاعتداءات تذكر مجددا بالدعم الغربي للتنظيمات الإرهابية. اعملوا في فرنسا، أرهبوهم، لا تسمحوا لهم بالنوم خوفا ورعبا. هناك أسلحة وسيارات وأهداف جاهزة، حتى السم متوفر، اجعلوه في شراب وطعام أعداء الله. اقتلوهم وأثقلوا على وجوههم واصدموهم بسياراتكم، افعلوا ما تستطيعون لإذلالهم فهم يستحقون ذلك. بإذن الله وبإذن الله لنفتحن فرنسا، هذا وعد الصادق المصدوق. رسالة إلى كل من يقتلون فرنسا، اعلموا أن جنود الدولة الإسلامية موجودون في كل مكان والكابوس بدأ الآن. رسالة إلى بلجيكا وفرنسا ولكل من يتحدثون الفرنسية، لقد رأيتم ردة فعلنا وما هذه إلا البداية. الآن جاء القتال وبدأت المعركة. هذا التهديد تجاهلته الحكومة الفرنسية وكأن شيئا لم يكن، تهديد نفذ بوحشية دفع ثمنه الأبرياء من الشعب الفرنسي. دماء سالت على أرض فرنسا على يد من دعمتهم ومولتهم وشرعت لهم الحكومة الفرنسية ارتكاب الجرائم في بلداننا من أجل مصالحهم الضيقة وإقامة علاقات مادية مع دول نفطية تعج بأمثال هؤلاء وتغذيهم فكريا. يقتل الشعب الفرنسي بالدهس مرة وبالتفجير وبإطلاق النار مرة. إرهاب مجرم حاقد لطالما حذرت منه سوريا الدول التي ترعاه وتغذيه، ولطالما دعت العالم للوقوف صفا واحدا لمحاربة هذا الفكر الظلمي، لكن الساسة في الغرب فضلوا الحسابات الضيقة، فكانت النتيجة جرائم وحشية بحق الأبرياء إن كان في فرنسا أو في أمريكا أو ألمانيا أو بلجيكا. شعوب تدفع الثمن وجيوش وحكومات تمول القاتل، هذا هو حال الغرب اليوم.
في المقابل يخوض الجيش العربي السوري مع حلفائه معارك ضارية مع هذا الإرهاب بعينه للدفاع عن كل شعوب العالم، دفاعا عن الإنسانية والقيم والأخلاق، دفاعا عن الدين الحنيف حتى لا يشوه. وعلى المجتمع الدولي أن يدرك هذه الحقيقة جيدا، أن المجرم هو واحد والدماء واحدة، وكما عليه أن يعلم أيضا أن الطفل الذي يقتل في نيس وفي بروكسل وفي برلين وغيرها هو نفس الطفل الذي يقتل في حلب وحمص ودمشق. تتعدد الأساليب والإرهاب واحد. إلى العناوين. تضارب الأنباء حول الانقلاب العسكري في تركيا وسط أنباء بتسلم الجيش التركي مقاليد الحكم في البلاد. لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي يؤكد أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على محاربة تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين في سوريا. وكان في السادسة أيضا عمليات وتقدم للجيش السوري في حي الخالدية وعلى محوري الليرامون وبني زيد بحلب. ختام السادسة، نلتقي عند السابعة. إلى اللقاء.